أهلا بكم في حلقة تواصل دوت كوم. ومن العراق البداية، ومن محافظة ميسان بالتحديد، حيث مستشفى الطفل في محافظة ميسان الذي يستخدم الآن لمعالجة مرضى كورونا. من صباح اليوم نموذج للوضع المزري الذي يعاني منه القطاع الصحي في هذه المحافظة خصوصا وفي العراق عموما، وفشل ذريع للنظام الصحي العراقي في مواجهة تفشي وباء كورونا، حيث يصطف مئات المواطنين تحت الشمس الحارقة منذ ساعات الصباح الأولى بانتظار أن يتم فتح أبواب المشفى لإجراء الفحوصات. يظهر في الفيديو الذي سوف نشاهده بعد قليل الفوضى والاختلاط بين المصابين والملامسين والسليمين، الأمر الذي ينذر بتوسع انتشار الوباء. دعونا في البداية نتابع المقطع. ثمانية ونص كل ما مدخلين اللي هسه كل احنا مرضى زين الله يرضى. الساعة ثمانية ونص الدنيا حارة. وبرا واقفين منتظرين الباب ينفتح واللي هسه ما مفتوح. الله وين المسؤولين وين؟ شوف الازدحام مستشفى طفيف. تفضل ساعة بالتسعة وهاي الناس مرضى ما مدخلين من جوا. تفضل وين المسؤولين وين؟ وين مدير المستشفى ما يجي؟ كلهم مضبوطة الصاحي والمريض، يعني الصاحي 100% إذا يجي ينضربهم. شوفوا على الباب سهرة هوس. بالفعل وضع مأساوي في العراق في ظل القطاع الصحي المتهالك منذ العام 2003 ولغاية الآن بسبب فساد الأحزاب والميليشيات في العراق. هذا المقطع أثار الكثير من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي. دعونا نتابع بعضا منها على موقع فيسبوك. محمد قال: أسوأ دولة بأفريقيا أفضل من دولتنا. عبد الكريم قال: المظلة ايش قد تكلف؟ يصير المريض يوقف بالشمس الحارقة. حسن الكحلاوي قال: خلية الأزمة سوت أزمات بالمدينة، لا طبيب بالسوق وعزلة الأسواق ومنعت الفقرة من الشغل، وراح تصير بيننا كارثة لو يطول هذا الحظر. أبو علي البدري قال: أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، ويقول لك سوي حظر حتى تقل الإصابات. إذا هي الحكومة الصايرة فالتو لا تنظيم لا مسؤول، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، بعيدا عن ضجيج إعلام الأحزاب الفاسدة وكاميراتهم ولا بمباركة الحزب الفلاني أو الجهة الفلانية، أبناء مدينة الشطرة في محافظة ذي قار ووجهاؤها افتتحوا مستشفى التكافل الإنساني بعد أن أتموا بنائه بجهود فردية وتطوعية لتكون مكانا لعلاج وحجر المصابين بكورونا وما ينقصها الآن سوى الكوادر الطبية والأجهزة الطبية الخاصة. دعونا نشاهد هذا المقطع. صار المكان ان شاء الله جاهز، بس قضيه واحده ويكون جاهز لاستقبال المرضى ان شاء الله باليومين القادمين، اللي هي قضيه اكمال التجهيزات الطبيه، وهي القضيه تخص الاطباء، يعني ما تخصنا احنا، مو شغلنا. ان شاء الله الاطباء هو رايهم بشوكه يكون يستقبل المرضى بعد يوم او يومين او شيء جمعه، يعني بعد بتجهيزات بسيطه وان شاء الله يكمل. نتمنى على اهل الشطره انه يذكرونا بالدعاء. الشباب صار لهم 8 أيام احنا بايتين، مرتضى ومحمد خدمتهم احنا، ومحمد دلي وسيد اسعد سيدنا الله يحفظه الله وديه، 8 أيام احنا بايتين بحيث انا ادري بهم اهلهم قبرهم، قال لهم بعد لا تجونا. 8 أيام احنا بايتين الشباب، جزاهم الله خير وموفقين، وهي هاي مدينتهم.
نشكر كل من ساهم من أهل المدينة، من ساهم ميانا بمبلغ، من ساهم ميانا بتبرع عيني، من وقف ويانا قوانا. هذا العمل الرائع والتكافل الاجتماعي من أبناء مدينة الشطرة في محافظة ذي قار لاقى استحسان العراقيين وقدموا لهم الشكر الجزيل على مواقع التواصل الاجتماعي. دعونا نتابع بعضا من هذه التعليقات. أبو شمس الياسري قال: مبارك كل الجهود، وهذه قاعات للحجر الصحي وليس مستشفى. أتمنى أن يكون لوجه الله وخدمة لأبناء الشطرة وتبعد أصحاب صورني وأنا ما أدري لا شيخ ولا مسؤول وبدون عارات، إحنا سوينا وإحنا جمعنا خالص لوجه الله حتى تأخرون بالثواب عليه. سيف علق: هذا ما عجزت عنه دولة الفاسدين على مدار 17 عاما بظرف 8 أيام بجهود الخيرين. نعم سيكتبها التاريخ بأنها بصمت خزي وعار في جبينهم للسراق وعزوة فخر لأبناء مدينة الشطرة. شكرا لكل من ساهم ولو بكلمة، شكرا لأهالي الشطرة. ابتسام قالت وعلقت: جزاكم الله خير الجزاء شباب، بإمكانياتكم البسيطة بادروا بتوفير الطعام لكوادر الطبية والمرضى وتوفير المستلزمات الطبية لأماكن الحجر والأكسجين لتقليل من حجم الإصابة ومعالجة المرضى. هكذا شباب يستحقون كل الاحترام والتقدير، المفروض نسميهم بوزارة الإنسانية. محمد دنافل علق: بوركت جهودكم الشيخ حسين الخيوم من الرجال القلائل أصحاب المواقف المشرفة ابتداء من ساحة العز والشرف حتى أزمة كورونا، يستحق أن يخط اسمه من أول الأسماء تثمينا لمواقفه وشجاعته. نعم، سيطرت النجف وبأوامر من محافظ النجف تمنع عبور الجنائز للمدينة لكي يتم دفنها في مشهد جديد من مشاهد الفوضى التي يعيشها العراق في ظل أزمة تفشي كورونا. دعونا نتابع هذا المقطع. مرات جاي من بغداد، صار لنا يومين جثة ميتة، جثة خليناها بالبراد ورجعنا لبيوتنا، خابرونا جو الحشد، تعالوا خذوها، جمعوها من الصبح لحد الآن كل جثث بغداد، كل المستشفيات، مستشفى الكندي، مستشفى الشيخ زايد، مستشفى الكرامة والحجر، اللي ماتوا خلوهم بهذا البراد واخذوا شهادة الوفاة الأصلية، قالوا هناك بالنجف نعطيكم إياها، بالنجف نعطيكم إياها. زين وصلنا هنا، يجينا بالسيطرة يقول لي ما تفوت هاي البراد، ما يفوت هاي العالم، تقدر كلها تفوت مع العلم، كل العالم هاي تقدر تفوت بس احنا موقفيها، ما يفوت اي واحد مدني اذا ما يفوتون سياراتنا ماله البراد وسياراتنا، كل واحد جاي وياه السيارة واحدة، جاي ابوه له اخوه له عمه يريد يستلم الجازة مالته، لا يروح يوقف شلون يدفنون ولا شيء، اللي نطلبه من عندكم هذا الشيء. زين هاي الجنايز شوفوها واقفة. تعليقات على هذا المقطع نتابع. علي عادل قال: والله حقكم، وكون الحكومة المحلية تخصص سيارة أو سيارتين لنقل الجنائز إلى وادي السلام ويرافقهم نفر واحد من ذوي المتوفي. رقية علقت: شنو هالاستهتار، فوق ما العالم عدها ميت وحالتهم حال النوب، ما دخلوهم شي يسوي بينا الله بعد. زينب: لازم اكو موقف صارم من المحافظ، خلاص الوضع مو طبيعي، كل من يدفن بمحافظته شنو ذنبنا، تصير مدينتنا بؤرة وباء بسبب الجهل والتخلف. حسين ياسر قال: المفروض منهم يتقبلون الامر برحابة صدر لانه الوضع مو تمام بوجود مرض كورونا، فيروس معدي سريع الانتقال، ليش هالكلام والتصرف غير اللائق. نعم، مظاهرة لخريجي العلوم السياسية أمام مبنى وزارة الخارجية في العاصمة بغداد، تم الاعتقاء والاعتداء عليهم من قبل القوات الحكومية وضرب
إحدى الخريجات. دعونا نتابع هذا المقطع لجانب من تظاهرات العلوم السياسية. إلى فقرة أنت ترى وذو المصابين بفيروس كورونا بمستشفى الحسين التعليمي في الناصرية يقفون بطوابير طويلة لانتظار وصول الأكسجين إلى المستشفى بعد نفاده بشكل كامل في مشهد يعكس حجم الكارثة الصحية التي تمر بها المدينة. هذا المقطع وصل إلى قناة الرافدين عبر خدمة أنت ترى. دعونا نتابع. هذا حال المستشفى. شوف السرعة. هذا يقولوا ما في سرعة. هذا حال المستشفى. على مود بطل أكسجين. الهوسه مال المستشفى على مود بطل أكسجين. هاي حال الناصرية. هذا حال الناصرية. شوفوا. كذا لازم سرعة على مود بطل أكسجين. الله ينتقم من عندكم ان شاء الله. هذا حال الناصية. لازم سرعة على مود بطل أكسجين. لا 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 منك منك عيني منك سرعة منك. إلى فقرة الخبر المزيف. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا على أنه يعود للانفجار الذي حصل في طهران. دعونا في البداية نتابع هذا المقطع. هذا المقطع الذي نسب إلى انفجار طهران قبل أيام مزيف. أما الخبر الحقيقي الذي يعود إليه هذا المقطع فعلى الرغم من الانفجار هو صحيح، ولكن الفيديو يعود لسنة 2019 لحريق لإحدى المصافي في الولايات المتحدة الأمريكية. للعام الماضي لانفجار إحدى المصافي في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد في ولاية فلاديفيا الأمريكية. والآن إلى فقرة الصندوق الوارد. وردتنا رسالة عبر بريد القناة جاء فيها فنتابع. السلام عليكم، لدي أخبار بخصوص معتقلي سجن التسفيرات في بغداد ملعب الشعب وبخصوص وفاة أحد المعتقلين بوباء الكورونا، وقد تكتموا على هاي القضية وهناك بعض الحالات، ولكن أرجو تسليط الضوء كما طبعا جاءت الرسالة هكذا مكتوبة بخصوص المعتقل الذي توفي داخل السجن التسفيرات ملعب الشعب الرصافة 4 اسم المتوفي المعتقل
سلام خلف إبراهيم، هذا كما جاء إلى صندوق صندوق الوارد إلى قناة الرافدين. إلى فقرة هاشتاج. هاشتاج اليوم الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي على تويتر بالتحديد هو بعنوان سلاح الميليشيات يهدد بلدي. دعونا نتابع بعضا من التغريدات تحت هذا الوسم. عمار قال سلاح الميليشيات يهدد بلدي، شيء غريب عجيب، ميليشيات تهدد رئيس الحكومة وحكومة بالكامل وتهدد أي مواطن يبدي رأيك كأن البلد لا يوجد به قانون ولا جيش ولا شرطة، وتسرق وتقتل وتنهب باسم الحشد والمقاومة. حيدر غازي قال إذا الميليشيات تسيطر على المنافذ الحدودية وعلى الموانئ، إذا الميليشيات تغرق البلد، إذا الميليشيات تغرق البلد بالمخدرات وتأخذ أتاوات من الملاهي، إذا أصحاب رؤوس الأموال والأطباء والعلماء يهربون من بلدي أو يهربون من بلدي خوفا على حياتهم من ابتزاز الميليشيات، كل هذا وما تريد سلاح الميليشيات يهدد بلدي. بدر البدري، البعض يريد أن يكون العراق كأوروبا ولكن يرفض تطبيق القانون، والبعض يريد أمان مثل دولة من دول العالم لكن يرفض نزع سلاح الميليشيات. الدول لا تتقدم إلا بالأمان والعلم، سلاح الميليشيات يهدد بلدي. الشايب قال سلاح الميليشيات يهدد بلدي، القضاء لا يعني يبدو أنه يقصد لا يمكن للقضاء على الفساد ما دام السلاح نعم منفلت، فالفساد يحتمي خلف هذا السلاح وخلف اللجان الاقتصادية التي تحمل السلاح. والآن إلى فقرة ما بعد الهاشتاج. في ولاية فرجينيا والتي يطلق عليها أم الرؤساء لأن 8 من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية ولدوا بها، تم إزالة تمثال الجنرال ستون وول جاكسون الذي كان ضد تحرير العبيد خلال الحرب الأهلية بين الجنوب والشمال، والذي كان يمتلك 6 من العبيد ويرفض منحهم الحرية. دعونا نتابع لحظة إسقاط تمثال جاكسون. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.